بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ودهر الدهور أمين. النهاردة حد التجربة زي ما احنا عارفين تسلسل الأحاد، وده جمال الصوم الكبير بتاعنا. الصوم الكبير له قراءات مؤثرة وتقدر تغير فينا، وفي ألحان جميلة، وفي صوم وقداسات كل يوم. فالصوم الكبير فرصة لنا كلنا ان احنا نتقدم في حياتنا الروحية ونصحى وننتبه ان احنا نشوف علاقتنا مع ربنا شكلها ايه. انجيل التجربة زي ما احنا كلنا عارفين ان ربنا يسوع المسيح شابهنا في كل شيء ما عدا الخطية بس. يعني نزل من السماء، خد جسد إنسان من العذراء، وعاش إنسان في وسطينا كل حاجة زينا تمام. إحنا بنصلي بيصلي برضو، الشيطان بيجربنا، رضي المسيح إن يخلي الشيطان يجرب عشان يبقى زينا بالظبط. مش زينا يعني كده مجاملة، لا، زينا عشان خاطر يشيل عننا. فالمسيح احنا كل عمالين نرد نقول المسيح صام عنا، المسيح صام عنا، المسيح صام عشان احنا نقدر نصوم، صام عنا. المسيح دخل التجارب دلوقتي عشان يغلب الشيطان لي انا وليكم، فهو قبل التجربة عشان يغلب الشيطان لينا. ما هو واخد جسدنا، هو ابن الإنسان. ابن الإنسان يعني إيه؟ يعني مندوب على الإنسان. هو ابن الإنسان وجاي مندوب على الإنسان ويعمل كل حاجة للإنسان. كل ما عمله المسيح من ميلاده وأعماله ومعجزاته وصليبه وقيامته كله لحسابنا إحنا البشر، ودي النعمة اللي إحنا عايشين فيها. فالشيطان جه جرب المسيح، وزي ما احنا عارفين ثلاث تجارب بيشملوا كل المحاربات الشيطانيه اللي بتقابلنا. شهوه العيون وشهوه الجسد وتعظم المعيشه، كل التجارب. تجارب الشيطان كتير وأنواع متعددة. تقول لي طب المسيح غلى، هو المسيح يقدر يغلب الشيطان؟ طبعا كل واحد فينا هيقول كده، يقول لك ما المسيح يقدر يغلب الشيطان؟ طبعا يغلب الشيطان. طب ما انت فيك المسيح وانت فيك المسيح، يبقى انا اغلب الشيطان بالمسيح الذي فيا مش بقوتي الشخصية. طبعا احنا كبشر يعني طبيعيين أضعف من الشيطان بكتير، ده الشيطان قوته كبيرة قوي، والشيطان جبار ومفترس وقتال. كتاب قالوا عنه كده قتال منذ البدء، يقتل على طول. يا مناس ضاعت وراحت الجحيم، ويا مناس جحتت المسيح، مناس عاش كله بسبب الشيطان. زي ما ربنا عايز يريد أن الكل يخلصون، الشيطان عايز الكل يهلكون. فهذه الحرب اللي دايرة، إن ربنا عايز خلاص النفس والشيطان عايز هلاك النفس، والحرب شغالة. فخلي بالك حروب الشيطان كتير كتير وأنواع كتيرة. فخاخ يقعد ينصف فخاخ، احنا بنقول يا رب نجينا من فخاخ ابليس، وبنقول كمان الفخ انكسر ونحن نجونا. فاذا احنا هنجرب، لازم في تجارب ابليس موجوده لينا كلنا. وما فيش انسان حتى لو كان قديس عظيم
لازم الشيطان جربه، يا ما القديسين جربوا والشيطان حاربهم بأنواع كثير. بس من ينجو وازاي تنجو؟ تتعرفوا لما الشيطان جه جرب المسيح في التجربة الثانية، يقول لك ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وقفوا على جناح الهيكل وقال إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكة بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. وجاب الآية دي منين؟ الشيطان جايب آية بيقول له مكتوب، ما هو المسيح قال له إيه؟ قال له مكتوب في الإنجيل كذا، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. ده المسيح بيقول للشيطان كده ابعد، ليس بالخبز وحده، دي مكتوبة في سفر التثنية، ليس الخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج. فجي الشيطان الآخر قال له مكتوب، وجاب له آية من المزامير، مزمور 90. مزمور 90 مزامير الجميلة اللي كلنا أيام قعدوا يقولوا لنا اللي هو الساكن في عون العلي. فجاب الآية دي، هو المزمور بيقول ارمي نفسك والملائكة تشيلك، المزمور ما قالش كده. ده المزمور بيقول ربنا يحميك، يحميك في كل حاجة، حتى لو وقعت يبعت لك ملائكة يشيلوك، أدي معنى الآية. لكن الشيطان يقلب الأمور. وفي نفس المزمور يقول إيه؟ بيقول يسقط عن يمينك ألوف وعن يسارك ربوات. ياه، كل ده ألوف حرب وربوات حرب يسقط عن يمينك وعن يسارك وربنا بيحميك. ألوف، شوف شياطين، عدد يسقط عن يمينك، ده ربنا اللي بيسقطهم أو يحط لك فخاخ. عارف الفخ اللي بيحطوه للعصفور، ولا تحط مصيادة الفار ولا حاجة، أو لما بيجي يصطادوا الطيور والحيوانات بيحطوا فخاخ معينة أو شباك معينة، اللي يجي الطير كده يقع زي الشاطر في الفخ أو في الشبكة. فالشيطان يحط الفخاخ دي، وربنا بيطمنك في المزمور ده يقول لك ايه؟ يسقط عن يمينك ألوف وعن يسارك ربوات. ايه ده يا رب؟ من يخلص؟ لا، فالإنسان الشيطان يحط له فخاخ، هي دي التجارب بقى، فخ. والإنسان لو وقع في الفخ، تخيل مثلا أنت شفت مصيدة جواها فار كده، دخل خلاص، هيبقى مصيره إيه؟ لازم يموت، هنموت هنموت. اللي يدخل الفخ ده اللي ما كانش يخرج من الفخ هيموت لازم. أو اصطادوا مثلا في الفخاخ اللي بيحطوها يصطادوا الطيور اللي جاية ديت، يصطادوا الطيور يدخل جوه الشبكة خلاص هياخدوه هيذبحوه ياكلوه هيموت. اللي ما كانش يفلت، خلي بالك من الكلام بقوله، ما كانش يفلت من الفخ ده هيموت، يعني هيموت. أرجوكوا خلي بالكم، اللي ما كانش يفلت، ما هو ممكن الشيطان يوقعني في فخ، ممكن الشيطان ينصبني في خاخ وقع فيها، بس إن ما كنتش أفلت مصير الموت، مصير الموت. طب أفلت إزاي؟ تعال بقى شوف، المسيح دخل التجربة ودخل في الفخ ده، بس الفخ مسكه ولا المسيح عمل ايه؟ الفخ انكسر ونحن نجونا. يبقى المسيح داخل التجربة ليه؟ داخل معايا الفخ جوه عشان يكسر الفخ ويطلعني. يا سلام، ادي النصرة. دخل التجربة مخصوص، بس مش عشان يتمسك منها زي حالاتنا، عشان يكسر الفخ ويطلعني معاه. واحنا نفسنا اللي يقول لك ذهب الى الجحيم وفتح الابواب طلع المسكين. فالفخاخ موجوده، لازم اخرج من الفخ، لاني ما حدش هيخش السماء
غير اللي يغلب. طب افرض انك في الفاكهة ما غلبتش، هتموت، موت ابدي يعني. طب قفلت ازاي؟ ما هو الشيطان يعني اخرج انا من الفخ ازاي ده؟ يعني افرض ان انا وقعت في خطيه او الشيطان دخلني في فخ، عارف الفخاخ الشيطان يحطها لك ازاي؟ ما هو ساعات انت تقول لي طب يعني ايه فخاخ او يعني ايه تجارب؟ اي تجربه تقابل، ممكن انسان شيطان يوقعه في فخ الكراهيه، خلاص وقع في الفخ ده، ما تقولش دي خطيه وسلام، لا ده فخ هيموتك هتموت، ما كنتش تخرج هتموت، ما كنتش تفلت هتموت، وقعت في فخ. تلاقي لما تلاقي كده عصفور حطوه جوه فخ ويقعد يلف 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 ويعمل كده ويروح كده عايز يخرج، ما هو الفخ ده عبودية أو يعني حاجة ضيقة أنا موجود فيها، الشيطان بيحبك علي قوي، هو فلان ده يعني مين ده، أنا لازم أنتقم منه. أوعى تسيب حقك، لو سبت حقك هيركبوك. أدي الفخ اللي أنا جوه، ما هو دخلني خلاص وقعني في فخ الكراهية، أصل فلان ده ما كانش يتأدب وياخد عقابه، ما ينفعش ده فلان ده، أنا يعني ما أقدرش أكلمه طول العمر، ما تدخلش اللي ليش بيت. جوه الفخ يا عيني إيه الشيطان شغال، إن ما كنتش تفلت من الفخ وعندك الإنجيل وعندك المسيح يكسر لك الفخ وتخرج. حبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. أهو لو عملت كده يبقى أنت طلعت من الفخ. إذا جئت الكنيسة وتذكرت أن لأخيك شيء، ده الإنجيل برضه، شوف الإنجيل بيقول لك إيه وأنت تخرج من الفخ، شوف المسيح بيقول لك إيه وأنت تقدر تخرج من الفخ اللي حط فيك الشيطان. ممكن إنسان الشيطان يوقعه في فخ النجاسة، ما تقولش أي خطية، أصلا أنا خاطي وأصلا أنا طول عمري كده وأصلا أنا شهواني، أصلا مش عارف الكلام اللي بيقولوه ده، أصلا أنا الغريزة عندي قوية. طب كل الناس عندها الغريزة قوية، وهو أنت بس يعني؟ امال ربنا خلقها ليه؟ عشان الناس تتجوز والاجيال تتيجي. لكن ما يبقاش الشيطان يخدعني، وقعني حبسني في فخ النجاسه، لازم تفلت والا هتموت، لازم تفلت والا هتموت. وافلت ازاي؟ ان انا ارفض. جاي لك فكري يا اخي وحش، ميز، بيعرض عليك حاجة ميز، هل ده يرضي ربنا؟ كان يرضي ربنا اعمله، ما رضيش ربنا ما عملوش. هل ده على حسب وصايا الإنجيل؟ لا، ده الإنجيل كله بيتكلم على الطهارة والقداسة، والقداسة التي بدون لا يعاين أحد الرب. امسك الآية وميز. ما هو إن ما كنتش أنا يعني الشيطان بيعرض علي الفخاخ بتاعته وأنا أميز، ده من ربنا ولا مش من ربنا؟ ده يرضي ربنا ما يرضيش ربنا؟ ده على حسب الإنجيل وآيات الإنجيل ولا لأ؟ هو ليه أنا أطاوع الشيطان وأول ما أطاوع الشيطان خلاص دخلت في الفخ بقيت عبد؟ من يفعل الخطية وعبد للخطية، وبقيت محصور جوه الفخ. لك يا أخي ما كل الناس كده، أصل العثرات مالية الدنيا، أصل ما كله ماشي كده. لا، لو أنت رفضت الفكر بتاع أصل الشيطان، أنت عارفين كل حروب الشيطان جايلة من هنا، من الفكرة تبتدي
أي حرب، أي خطية، أيا كان نوعها، كلها لازم بتبتدي من هنا، من الفكر. والشيطان كل حروبه بتبتدي من هنا، أول فكرة، وبعدين وراها بقى إيه؟ بقيت الإيه؟ بقيت النزول. يعني فكرة، منظر مثلا وحش يعرضه على بالفكر أو فكرة، وبعدين تسر تسر بقى تخلي الجسد كله نجس. لكن تبتدي فكرة، فلان ده ما تسمحوش، فكرة أصله كذا وأصل كذا وأصل كذا وأصل كذا، العداوة ملت قلبي. فكل حروب الشيطان من الفكر. طيب ما لازم نكون يقظين ونميز، لازم يكون عندنا تمييز، بيسموها الآباء القديسين إفراز، يعني يفرز ده من الشيطان، يبقى أرفضه بحزم، ده من ربنا أقبله. يعني لما جه الشيطان في التجربة الأولى، المسيح صايم وشبعنا في كل شيء زي ما اتفقنا، صايم 40 يوم جاع، ولازم يجوع، ما هو معاه، ما هو جسد إنسان زينا جاع. طيب خلاص الجوع، طب ما عندك الحجارة المدورة دي الأبي البيضة اللي مليانة الصحراء حواليك ديت، وانت تقدر يا أخي، ما انت عملت معجزات كتير، بتعمل تقدر، حول حجارة خبز وكل، مش جعان. ده الطريق السهل بتاع الشيطان، ده الطريق السهل بتاع الشيطان. طب وانا اكل من ايد الشيطان برضه، ولا اكل مشورة الشيطان؟ دايما الشيطان يعرض علينا الطريق السهل، ودايما الشيطان عرضه في الاول حلو، جعان تاكل يا اخي، ده امر كانه بيخدمني. يعني في ضيقه، معلش اهو مد ايدك يا اخي، ما انت ظروفك ايه والعيال ايه والدنيا ايه. ده مشورة الشيطان اللي بيعرض علينا الخطيه بطريقه سهله، او بطريقه دايما يعرضها بطريقه جذابه، زي الحروب الموجوده بتاعت بقى ايه، النت والموبايلات. يا الشيطان بيخترع خطايا الايام دي، بيخترع، والعروض سهله، والانسان زي الشاطر ينزل في بير من طين النجاسه وهو قاعد كده زي الشاطر. طرق سهله، والشيطان بيعرض علينا الخطيه بطريقه سهله جدا، لكن ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، مش بالاستمتاع الجسدي هيحيى الانسان، ولكن بالنشاط الروحي وبارضاء الله. العالم يزول وشهوته تمضي، ما انا استمتع بشويه شهوات دلوقتي، طب انا اروح هموت زي ما قلت لكم، اروح جهنم. خليك حازم زي ما المسيح في التجارب ديت كان حازم جدا. المسيح ما عملش اي نقاش مع الشيطان في الثلاث تجارب دول خالص. الشيطان يجيب له العرض بتاع التجربه او العرض بتاع الخطيه، المسيح يرد قال مكتوب كذا، في ايه بتقول لك كذا، ابعد. وكل الايات اللي رد بيها المسيح على الشيطان مكتوبه في الكتاب، ما قال له مكتوب، جيب لي ايه من الانجيل. المسيح يجيب ايه من كتاب يرد عليه، عشان كده الشيطان حب يخدع، قال له برضه مكتوب كذا، راح الشيطان راح جايب ايه من الانجيل الاخر. الشيطان حياله كتير حتى بايات الانجيل، ما هو ياما ناس كده يقول لك ده بيعمل سحر وبيعمل ايه، بس ده بالانجيل كذب وخداع. عشان كده يا احبائي، يعني خلاصه الكلام عشان ما نطولش، انتبه لحروب ابليس، لان لو دخلت الفخ ان ما كنتش تغلب وتخرج من الفخ هتموت. هما بيعملوا فخاخ ليه؟ عشان يصطادوا، اصطاد حيوان هيذبحه ويموته، اصطاد طير هيذبحه ويموته. فالشيطان عايز يدخلني في الفخ، ولكن اعرف ان الفخ انكسر ونحن نجونا. تقدر تكسر الفخ بالمسيح الذي فيك، وتقدر تكسر الفخ
بآيات الإنجيل اللي المسيح خدها سلاح وعلمها لي. طلع الآيات اللي مليانة حب عشان ما بقاش عندك عداوة، طلع الآيات اللي مليانة طهارة وقداسة عشان ما تتغلبش في النجاسة، طلع الآيات اللي مليانة الوداعة وتواضع عشان ما تتنفخش قوي يعني وتتكبر، لأن الناس المتكبرة هتضيع. بل بالعكس، ده أكتر حاجة تغلب الشيطان هو الاتضاع والتواضع. يا ريت ربنا يدينا إن احنا نصحو، اصحى اصحى، يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، ولكن المسيح بينجيك منها. شوف خخ قد ايه بينجيك منها. فامسك في المسيح كويس، وتحصن في المسيح، وتحصن في آيات الإنجيل عشان تكسر الفخ مع المسيح، أو المسيح يكسر لك الفخ وتنجو. يطلع الإنسان يطير بقى، يحلق فوق ويبقى له مكان في السماء. يا ريت ربنا يدينا هذه النصرة الحقيقية بالمسيح يسوع، مش بضعفنا، اللي ادانا النصرة النهاردة، وهو قصد يدخل التجارب لكي ما يغلب لنا إبليس، ونحن جميعا نغلب بالمسيح الذي فينا، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.